المشاهدين ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم رزاق ظهري، محلل تقني ومدرب معتمد في هذه الشركة. في هذه الجلسة الصباحية رح نقوم بتغطية مباشرة ونقوم بتحليل معظم الأزواج الرئيسية لنشوف شو مخبينا السوق اليوم أو بعض الفرص الاستثمار اللي ممكن نستخرجها من الرسوم البيانية. بالنسبة لها في البداية طبعا المراكز اللي داخلين فيها هي اليورو كاد، بعدنا داخلين بمركز شراء يورو كاد، بعدنا داخلين بمركز بيع للذهب اللي هو 0.1، وطبعا داخلين بمركز بيع دبليو تي اي أو النفط على 72.53، يعني قريب من هذه المناطق. في البداية طبعا بدي مر على الأجندة الاقتصادية، كانت لنشوف شو عنا بعض البيانات والأخبار المهمة اليوم اللي ممكن نتوقعها في جلسة تداول اليوم قبل ما ندخل ببعض المراكز اللي ممكن نتفاجأ فيها إذا في حال عنا بيانات ممكن تصدر وتزيد الفولاتيلتي أو التقلبات. في البداية على زوج اليورو دولار كنت عم بشهد بعض التقلبات ولكن ميلة على ارتفاع، إذا بدكم بعض الشيء القاعان والكمم هادية على نقاط عم يتم اذا بدكم دعم لها بكعان اعلى من بعضها البعض. فبالنسبه لي طبعا هذه المرحله اللي عم اذا بدكم الافقيه اللي عم يدخل فيها زوج اليورو دولار ممكن تعطيني اشاره على انه تكمله الاتجاه الصاعد وارد عندي، بما انه البيج ترند اذا بدكم الاتجاه العام هو اتجاه عم صاعد وعم نسجل كعان اعلى من بعضها البعض جلسه بعد جلسه. فاذا في حال نحن ممكن نتوقع انخفاض زوج اليورو دولار، ممكن نتوقعه لزياره مستويات ال 117 10 117 15 ومن ثم تكمله الاتجاه الصاعد. فبهذه الحاله بنكون رجعنا استهدفنا خط الدعم اللي هو موجود عندي من 17 سبتمبر لحديت 25 سبتمبر. طبعا هو هذا الخط الميل على ارتفاع ما عنده اذا بدكم دعم الكافي انه يهدي زوج اليورو دولار اذا في حال بده يبتدي بموجه اندفاعيه ضخمه، ولكن بالاتجاه الهابط عفوا، ولكن طبعا اذا في حال بحاله طبيعيه ما عندنا بيانات ما عندي اخبار مهمه ممكن التذبذب الافقي يميل على ارتفاع لزوج اليورو دولار. ولكن اذا في حال بدي اخذ او دراسه موجه اليوت بتقول انه هون عندي اي بي سي، هون اي بي سي دي بيرجع اي، فنتوقع انخفاض زوج اليورو دولار اذا بدكم بالمرحله القادمه او ممكن بهذه الجلسه لزياره مستويات اوطى ومن ثم تكمله اتجاه الصاعد. ففي البدايه هلا نحن اذا في حال ما تم اختراق اخر قمه سجلت عندي اللي هي قمه خلينا نقول ال 117 90، هيدي القمه اخر قمه انخفض منها 1792 لحديت هذه المستويات، اذا في حال ما تم اختراقها واغلاق فوق، بما انه عم نواجه بعض الصعوبه مثل ما عم بتواجهه ايضا او مثل ما عم نشهد بعض الصعوبه لا يخترق زوج اليورو دولار هذه المنطقه اللي هي منطقه ال 117 95 او مستوى ال 118. فاذا في حال ما قدرنا نغلق فوق هذه المستويات نتوقع انه ممكن نرجع نبتدي بمرحلة إذا بدكم هابطة وموجة اندفاعية بالاتجاه الهابط، لأن نحن هذه المرحلة اللي عم ندخل فيها هي مرحلة أفقية، ولكن الشيء الإيجابي بهذا الموضوع أنه الاتجاه كان صاعد، فممكن تكون continuation trend، يعني نتوقع نحن من وراء اتجاه عام خلينا نقول صاعد، من وراء مرحلة أفقية نتوقع اختراق الخط المقاوم وتكملة اتجاه الصاعد. ولكن بالنسبة لي طبعا هذه المرحلة الأفقية اللي عم ندخل فيها محيرة، ولكن لا يوجد عندي فرص استثمار على زوج اليورو دولار بالوقت الحالي. هذا بالنسبة ل طبعا اليورو دولار. اما بالنسبه للاسترالي دولار، الاسترالي دولار هو من العملات الرئيسيه اللي هلا عليها طلب اكثر من غيرها، وعم بتلاحظوا الارتفاع اللي شهدناه من مستوى 0.70 90 من ورا الباتر فلاي باترن تقريبا مش حاله بشكل ايجابي، ولكن بعد عندي او بعد ناقصني موجه اندفاعيه. كنت قلت لكم انه زوج الاسترالي دولار انا كنت حابب انه يبتدي موجه اندفاعيه باتجاه الصاعد لزياده مستوى 0.75 اقله، يعني عندي 300 نقطه ارتفاع. ولكن بالنسبه لزوج الاسترالي دولار ناقص الزخم او المومنتوم اللي هو ممكن يكون موجود عندي على الرسوم البيانيه، فالزخم او المومنتوم اللي هو المفروض يكون موجود عندي اذا بدكم ناقص بالنسبه للشموع اليابانيه اليوميه، يعني بتلاحظوا انه الارتفاع اللي حصل او اللي شهدناه من مستوى 0.70 90 وعم نسجل قمم وقعان اعلى من بعضها البعض، من الواضح انه هذه موجه طبعا موجه ارتفاع والسيطره هي سيطره فريق الثيران. وانما انا من ورا الباتر فلاي باترن اللي شهدناها سابقا وكنت قلت لكم انه اكس اي بي سي واستهدفنا ويف دي اللي هي استعملنا في بوناتشي اكسبانشن وريتريسمنت لنستهدف مستوى خلينا نقول ال 161% اللي كانت بالضبط على القاعان اللي تسجلت على زوج الاسترالي دولار، وهذه هي طبعا اللي شجعنا انه ندخل بمراكز شراء اللي هو مستوى ال 161%. انما هذا الارتفاع كنت انا منتظر اقله ونرجع نستهدف
اذا بدكم قمه الصفر 73 70 اللي هي اخر قمه انخفضنا منها، واذا تم اختراق انكف اتجاه الصاعد. ولكن بهذه الحاله المومنتوم الزخم لا منه موجود عندي على رسوم بيانيه، منشان هيك ممكن انتظر انخفاض موجي بسيطه للاسترالي دولار لناخذ او نعبي مومنتوم قرب هذه المستويات 72.05 72.10، ومن ثم تكمل اتجاه الصاعد. فمن بهذا الانخفاض بيكون الاسترالي دولار عبى بعض الزخم او المومنتوم من هذا الانخفاض واشتغلنا بشكل الاستيك، ومن ثم ابتدينا هذه الموجه الاندفاعيه بالاتجاه الصاعد. هذا بالنسبه للاسترالي دولار، اتوقع ايضا بول باك بسيط قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. اما بالنسبه للين الياباني، طبعا في هذا الاسبوع عندي اجتماع الفيدرالي اللي هو ممكن ياثر عندي على التقلبات او على الفولاتيليتي بشكل او اخر، ولكن نحن بالنسبه لنا طبعا دخولنا بمراكز مع وقف خساره وتحديد الريسك اذا بدكم او المخاطر اللي ممكن يواجهها بفرص الاستثمار، ما عندي اي مشكل بالنسبه للتقلبات او الفولاتيليتي اللي ممكن تحصل من وراء البيانات او اجتماع الفيدرالي اللي ممكن يكون هذا الاسبوع. فبالنسبه لي طبعا للدولار ين، من الين الياباني هو من العملات الرئيسيه اللي تعتبر كملاذ امن، ولكن سيطره الدولار الامريكي عليها في الجلسات السابقه لحديت هلا طبعا عم نشهد بعض الارتفاع لزوج الدولار ين. هل يا ترى نحن داخلين بمرحله افقيه طويله المدى على الدولار ين، او هل يا ترى نحن في صدد اذا بدكم بدايه موجه اندفاعيه بعد ما بنعرف؟ طبعا لازم يتم اختراق خط من هذه الخطوط الموجوده عندي، ممكن تكون كوركتيف ويف من وراء الاتجاه الصاعد. عندي كوركتيف ويف اللي هي A B C D و E قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. فاذا في حال نحن داخلين بهذه المرحله الافقيه اوكي على المدى الطويل، يعني عم ننتظر اذا بدكم اشاره او ضعف الين الياباني مقابل الدولار الامريكي، يعني بهيدي بشكل او اخر نتوقع قوه الدولار الامريكي بعد اكثر على الين الياباني، وبهذه الحاله ممكن يبقى اذا بدكم او يكون عندي بعد موجه ارتفاع للدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسيه، فهذا الشيء طبعا ممكن ياثر بشكل او اخر. عم نتكلم على رسم بيانه اسبوعي، تخيلوا على رسم بيانه اليومي لما ندخل بالمثلث، نحن لما ندخل بالمثلث على رسم بيانه اليومي بهذا الشكل، خليني افرجيكم هذه السيناريوهات من وراء ارتفاع معين على رسم بيانه اليومي، او وقت ندخل بمثلث بشكل واضح اللي هو هون A V C D E وبنبتدئ موجة ارتفاع، بنرتفع من مستوى ال 97 لمستوى تقريبا 106، يعني عم نتكلم على 900 نقطة ارتفاع، لأنه عم نتكلم على رسم بياني يومي. شو في حال نحن عم نتكلم على مرحلة أفقية أو مثلث على رسم بياني أسبوعي للدولار ين؟ فبهذه الحال نتوقع إذا بدكم إشارة إيجابية ضخمة جدا للدولار ين على المدى الطويل. فطبعا هذا الشيء بياثر على اذا بدكم السيناريوهات اللي ممكن نفترضها على العملات الرئيسيه، وتراجع اليورو دولار والاسترالي بهذه الحاله ممكن تمتد باكثر من تراجع بسيط، ولكن رح نمشي خطوه خطوه مع الرسوم البيانيه لناخذ اشارات واضحه ومن ثم ندخل بفرص استثمار. نحن فقط عم نقوم بتحليل اذا بدكم اقتصادي بعض الشيء لنشوف هل يا ترى هذه الموجه الاندفاعيه اللي متوقعه على الدولار ين ممكن تكون ضعف الين الياباني او قوه الدولار الامريكي بعد ما بنعرف. وطبعا لهم تاثير مختلف، يعني اذا في حال ضعف الين الياباني لحاله كان عندنا اخبار سلبيه على اليابان ممكن تكون طبيعيه، انه زوج اليورو دولار يكفي اتجاه الصاعد، الاسترالي دولار يكفي زخم الارتفاع، ولكن الين الياباني فقط بيضعف امام الدولار وهذا الشيء بيعني ارتفاع الدولار يعني. انما اذا في حال قوه الدولار الامريكي على الين الياباني، هذا الشيء ممكن ياثر او يضغط سلبيا على العملات الرئيسيه مثل اليورو استرالي واسترليني دولار، ونرجع نشهد موجه هبوط جديده، وايضا على المعادن وعلى الجولد ليتس سي كرمال نكفي اتجاه الهبوط. هلا بالنسبه لي التحاليل التقنيه على اسعار الذهب ما ممكن تكون خاطئه، ممكن نعمل ارتفاع بسيط على اسعار الذهب، ولكن انا بالنسبه لي بعد ما انتهينا من هذا الانخفاض، هذا الانخفاض اللي عم نشهده على اسعار الذهب، خلينا نقول من الواضح انه بعد ممكن يكفي بجلسات القادمه. ولكن طبعا لما يكون عندي دبل توب الباترنز بتقول لازم يكون عندي دبل بوتوم، فبالنسبة لي هذه الكمة اللي هي دبل توب تسمى لازم يكون في بالمقابل دبل بوتوم، يعني نتوقع أنا بالنسبة لي أتوقع انخفاض الأسعار الذهب لزيارة مستوى 1105 1110 قبل ما أفكر باتجاه صاعد عن جديد، ولكن ممكن نسجل موجة ارتفاع بسيطة تكون تصحية لزيارة مستوى 1200 خلينا نقول و35 أو 1240 ومن ثم تكمل اتجاه الهابط، طبعا هذا الشيء وارد،
ولكن بالنسبة لي الأسعار ذهب بعد عندي نيو لوز، بعد عندي قاعان جديدة ممكن استهدفها. إذا في حال تم اختراق مستوى ال 1120 1110 لأسعار الذهب، ممكن نكفي موجة هبوط جديدة وقاع جديد اللي هي الموجة الأخيرة لأسعار الذهب. فبهذه الحالة بتدعم نظرية ارتفاع الدولار الأمريكي بموجة أخيرة، بموجة اندفاعية لزيارة قمم جديدة، انخفاض أسعار الذهب واليورو دولار والعملات الرئيسية لزيارة قيعان جديدة، ومن ثم إشارة انعكاسية بكون انتهى السايكل تبع الدولار الأمريكي وبداية إذا بدكم السايكل لارتفاع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. طبعا هذا الشيء ممكن يأثر إذا بدكم بشكل إيجابي وسلبي على الإكسبورت والإمبورت أو على التجارة في البلدان الرئيسية. يا جماعة ما ممكن أن الدولار الأمريكي يكفي بالاتجاه الصاعد واليورو دولار يضل على الكيعان. طبعا اليورو دولار لما يكون ضعيف أمام الدولار الأمريكي، عم نتكلم التجارة بتروح أو بتميل أكثر على أوروبا، التجار خلينا نقول تجار السيارات، تجار الثياب، تجار جميع خلينا نقول القطاع الصناعي ممكن يروح أكثر أو يميل لأوروبا. ولكن لما يرجع السايكل يدخل بإشارة انعكاسية والدولار الأمريكي ينخفض مقابل العملات الرئيسية، بيرجع التجار بيصير عندهم إذا بدكم إشارات واضحة أو بيميلوا أكثر للتجارة من البلدان أو من الولايات المتحدة بالنسبة للسيارات وغيرها من الأمور. طبعا فبالنسبة لي هذه السايكل هي ممكن يتفقوا عليها الدول الكبرى. سايكلز عم نتكلم على سنين، يعني عم نتكلم على 3 أو 5 أو 8 سنوات ممكن يضل الدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد ومن ثم ينخفض لنخلي اليورو دولار يعني يرجع يقوى وياخذ محله. ولكن بالنسبة لاسترليني الدولار هي عملة الاحتياط بالعالم، كانت قديما استرليني الدولار هي من العملات اللي كانت كل عمرها تشتغل إذا بدكم وتتداول قرب مستويات 2 2.1 2.2. فطبعا ما ممكن انه نرجع نكفي اذا بدكم هذا التداول عم نداول فيه قرب كعان الاسترليني دولار 1.12 ل 1.31. فانا برايي هذه المرحله ممكن تنتهي عن قريب، طبعا ممكن ندخل بمرحله افقيه ولكن كفي اتجاه الصاعد على المدى الوسط للطويل لزياره 1.63 و 1.70 اقل هو، لانه مثل ما بنعرف نحن استرليني هي كل عمره باتجاه عم صعد لزياره مستوى 2.11 وحتى 2.2 سابقا. فالاسترليني هي كانت عملة الاحتياط بالعالم وهي كانت من العملات الرئيسية اللي هي إذا بدكم تسعر من أغلى العملات. فبالنسبة لي هذا الارتفاع يعني على المدى الطويل من الواضح أنه عندي ارتفاع لليورو، ارتفاع للذهب، ارتفاع للاسترليني والأسترالي، ولكن على المدى الوسط أنا برأيي ممكن على المدى القصير ممكن يقوى على الدولار الأمريكي، على المدى الوسط ممكن الدولار الأمريكي يسجل موجة جديدة. وهلا عم نلاحظ انخفاض اليورو دولار 1.62، انخفضنا بحدود يعني ما انه شيء طبعا عظيم، ولكن شمعة حمراء رجعنا شاهدناها لزيارة مستويات أوطى. إذا بدكم من الواضح قلت لكم نرجع نسجل قيعان جديد على زوج اليورو دولار أقله 117 20 117 30 وممكن يعني قيعان أوطى. أما بالنسبة للأمور المغرية عندي اليوم، عندي على الأجندة الاقتصادية وعلى الرسوم البيانية، خلينا نقول التحليل الاقتصادي اليوم سبتمبر 26، خلينا نشوف شو ممكن يكون عندي بيانات ونقوم بتحليلها قبل ما نتفاجأ بشي ممكن يكون عندي غريب. بالنسبة للدولار الأمريكي عندي نيو هوم سيلز، كرود أويل انفنتوريز، كرود أويل انفنتوريز يا جماعة كانت ناقص 2.05 والمتوقعة هي ماينس 1 بوينت، اوكي بريفيوس فوركاست، اوكي عظيم، لكن البريفيوس كانت سابقا كانت ناقص 2.05 مليون، يعني ناقص مليونين، هلا صارت ناقص مليون، يعني اذا بدكم الفائض خلينا نقول زاد، صح؟ كان عندي نقص بالمخزون لأسعار النفط، يعني كان عندي ناقص المخزون مليونين برميل، أصبح المخزون ناقص مليون و200 برميل. فبهيدي الحالة زاد عندي وجود النفط، أوكي، وطبعا هذا الشيء ممكن يأثر طبعا رخص أو إذا بدكم ضعف أسعار النفط على بهذه الجلسة بجلسة اليوم. فنحن داخلين بمركز بيع 7253، مركز بيع لأسعار النفط، داخلين ستوب لوس 7315 ونتوقع انخفاضه إلى مستويات 66، وهذه إذا بدكم استثمار جيد، يعني جيد ممكن يكون مربح بجلسة اليوم. هذا بالنسبة طبعا لجلسة اليوم، كنا مرينا على العملات الرئيسية وعلى بعض المعادن والسلع.
عفوا، اما بالنسبه للمؤشرات الامريكيه ممكن تكون اذا بدكم تكمله اتجاه الصاعد على المدى القصير، لانه من الواضح انه كل موجه عم نسجلها موجه انخفاض هي فقط موجه تصحيحيه لتكمله اتجاه الصاعد. اوكي، هيدي بالنسبه لهذه الجلسه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. كما كل محل تقني جزاف ظهريه من شركه تكمل، بتمنى لكم نهار مثمر، الى اللقاء.